ليك انا وعدني فاهم بكره هذا اجي اخذ بقدر اخذ بكره سجل جبت مشان جيب بكام والله حشوفهم كيف اذا قديش حجم العفن يجيب بكام غرفة ستة هون كيف بقول لك ايش خزانة؟ هي الخزانة موجودة بالضبط بالضبط ليك عشان الكمبيوتر تبعي التلفزيون انت نصفاه ما شو بده اذا في وراء شهادات كذا وبعدين بدي فات عطش العطش ما نحن شيء انا مطبخ هون صور مين هذا الصور من دول؟ لحظة ما صور هذا؟ مش عنا مش صور هذا برا شايف هذا البراد يا حاج قبل الضربة بشهر ونص جبنا جديد هذا البراد هاي كانت غرفتي هون شو صار مفراس لقيت نص درهم يا حاج يلا ناخذ معنا على الامارات نص درهم من لبنان يلا يلا نطلع هون هاي الغرفه ستي الله يرحمه كيف؟ الحمد لله رب العالمين. رايح نجرب هذا. رايح نجرب فارغ. من وين؟ البيت هذا؟ كل البيت؟ كل هذا الطريق عمره كبير. بس هذا في ورق لنا في ورق بيت. هذا عقار. قبل تشيل ورق. قبل نجرب نشيل كل شيء. لا ما في قصدي هذا عقار هذا. هذا مش مخيم. مش مخيم قديم هذا. بعرف بعرف المخيم قديم. كمان بعرف اللي جاك. هاي اختي 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 يلا يعطيكم العافية شكرا